يعني مدخل مدينة المعظمية، حيث بدأ تنفيذ الاتفاق في هذه البلدة. اليوم ستخرج دفعات من المواطنين، وهي عبارة عن 79 امرأة و62 رجل وأكثر من 162 طفل. هذا يصب في داخل في اتفاق المصالحة الذي يجري بالمعظمية. طبعا نحن هنا متواجدون في آخر نقطة للجيش العربي السوري، كما ترين معي في الصورة. هذه هي السيارات التابعة لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري التي وصلت منذ قليل، وفي الأمام أيضا الحافلات التي ستقوم بنقل المواطنين الخارجين أو الراغبين بالخروج من بلدة المعظمية ضمن هذا البند أو يعني المرحلة الأولى من هذا الاتفاق، والذي ينص على إخراج تأمين خروج عدد من المدنيين وأيضا الرجال الراغبين بالخروج من بلدة المعظمية. يذكر أن هناك اتفاق بين الدولة السورية وأيضا يعني المسلحين عن طريق وسطاء بوقف إطلاق النار منذ سنتين في بلدة المعظمية. لم تتعرض هذه المنطقة للدمار أو الخراب في هذه المنطقة. هناك مجموعات مسلحة داخل المدينة. يبدو أن هذه المرحلة إذا ما تم الاتفاق عليها وخروج بعض من المدنيين، سيتم تباعا أيضا في مرحلة أخرى حسب طبيعة المفاوضات بخروج المسلحين أيضا من المدينة. لكن المؤكد وحسب معلومات وصلت للإخبارية السورية أن لن يتم إخراج المدنيين جميعهم من المدينة، نظرا لأن المدينة لم تتعرض للتهديم أو للتفجير أو لأي أعمال داخل هذه المدينة يعني إرهابية. يستطيع المدنيين الراغبين بالبقاء داخل المدينة في هذا الجزء من مرحلة الاتفاق، والذي هو بموجب مرسوم العفو الذي أصدره السيد رئيس الجمهورية في الشهر الماضي، والذي ينص على أن يسمح لجميع المسلحين أو الذين تعاملوا مع المسلحين بالخروج. هذا المرسوم سهل خروج المواطنين أيضا الذين كانوا محاصرين داخل مدينة المعظمية. اليوم هي الدفعة الأولى التي ستخرج. طبعا نحن بالقرب أيضا من آخر نقطة للجيش العربي السوري، بعدها هناك نقاط للمسلحين داخل المدينة. نستطيع الحديث أن المرحلة هذه ستستمر اليوم. بعد ساعة من الآن ستدخل فرق منظمة الهلال العربي السوري لإخلاء الحالات المرضية، لإخلاء المواطنين وأيضا الأطفال. جميع التجهيزات من قبل محافظة ريف دمشق وأيضا الحكومة السورية تمت على أكمل وجه هنا في هذه المنطقة. نحن ننتظر يعني دخول هذه السيارات والحافلات إلى المدينة، ونستطيع أن نقول بعدها أنه سيتم فورا تنفيذ هذه المرحلة من الاتفاق. كما قلت لك، هذا الاتفاق جزئي في هذه المرحلة، والمؤكد وبات في حكم المؤكد أن يعني الأيام القليلة القادمة أو الأسابيع القادمة ستحمل أيضا خروج المسلحين، وخاصة في ظل أنباء عن وجود أكثر من 213 مسلح كانوا عالقين بعد أن أغلق الجيش العربي السوري الطريق بين دارية والمعظمية في عملياتها الأخيرة. فهناك 213 مسلح هم موجودين في دارية في المعظمية. يمكن أن يحصل اتفاق بخروجهم إما إلى مدينة إدلب ونقلهم مع عائلاتهم لمن يرغب، وأيضا هناك من يريد تسوية وضعه حسب مرسوم العفو سيتم تسوية أوضاعه، ويعني قريب الاتفاق من دارية. إلا أن باعتبار أن المدنيين هناك عدد كبير منهم موجودين داخل المدينة، والمدينة في حالة شبه طبيعية باعتبار لا يوجد عمليات عسكرية في محيطها أو داخلها، وتابعة لاتفاق المصالحة الذي تم في نهاية عام 2012، فلن يخرج أحد من المدنيين غير الراغبين، على العكس تماما ستتم رعايتهم. أمس دخلت سيارات محملة بالأغذية والخضار وأيضا عدد من المستلزمات الطبية إلى المدينة، وهذا وتماما هذا ما يختلف عن موضوع مدينة دارية التي كانت جزء منها كبير مدمر نتيجة تفخيخ المجموعات الإرهابية للمدينة ووجود عدد كبير من الألغام. أما هنا باعتبار أن يوجد اتفاق مصالحة منذ نهاية عام 2012، فإن الموضوع سهل جدا. المدنيين سيبقون تحت رعاية الدولة السورية في مراحل أخرى من الاتفاق. قلت بأن الاتفاق في المعظمية جزئي، هل لديك معلومات دقيقة متى سيتم فعلا الاتفاق بشكل كامل وتصبح المعظمية مثل دارية؟
كما قلت لك اليوم هذا الاتفاق هو مرحلي، يعني هذه هي المرحلة الأولى. الدولة السورية كانت قد اشترطت تأمين قبل أي اتفاق مع الموجودين المسلحين في الداخل، تأمين حياة المدنيين وحفظهم ورعايتهم قبل وجود أي اتفاق، ومن ثم يتم التناقش حول المواضيع الأخرى وهي تسليم المسلحين لأنفسهم أو طرح موضوع النقل باتجاه إدلب. لكن المرحلة الأولى ستنفذ خلال الساعات المقبلة وهي تأمين حياة المدنيين والراغبين بالتوجه إلى مركز إيواء حرجلة. أما المدنيين الراغبين في البقاء فهم تحت، يعني سيكونون في مراحل لاحقة سيتم تأمينهم وتحت رعاية الدولة السورية. وكما قلت لك وأؤكد أن جميع المدنيين الموجودين داخل المعظمية سيبقون في مدينة المعظمية، أصلا لا حاجة لخروجهم من مدينة المعظمية لأنه لا يوجد دمار أو عمليات عسكرية منذ سنتين داخل المدينة. نعم، شكرا لك زميلنا ربيع ديبة، كنت من المعظمية ودائما منتظرين التغطيات وآخر الأخبار سواء من مراسلنا ربيع وكافة المراسلين المنتشرين بكامل المحافظات. شكرا لك ربيع.